دع جمال الوجه يظهر لا تغطي يا حبيبي طول ليلي فيك أسهر زاد شوقي ونحيبي دع جمال الوجه يظهر لا تغطي يا حبيبي طول ليلي فيك أسهر زاد شوقي ونحيبي كلها وهو المنزه يا مسمى بالأسامي كلها وهو المنزه يا مسمى بالأسامي كلها وهو المنزه يا مسمى عيني تتنزه انت في كل مرامي فيك عيني تتنزه ساطع طلعتي أصغر في شروق ومغيبي دع جمال الوجه يصغر لا تغطي يا عندنا بالنفح طيبي دع جمال الوجه يصغر لا تغطي يا حبيبي طول ليلي فيك أصهر زاد شوقي ونحيبي خمرنا خمر المعاني من قبل آدم خمرنا قول معاني عتقت من قبل آدم خمرنا خمر المعاني عتقت من قبل آدم خمرنا نحن القناني من زمان قد تقادم نحن القناني من زمان قد تقادم ومن يفوز بالسر يجغر بيننا إن ولبيبي دع جمال Yeah.
على المختار طه. بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا ومصر جميلة، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة حلقة مميزة من مصر جميلة، احتفالنا بمولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا النهاردة حلقتنا هتكون معظمها إنشاد وذكر في حب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح النور عين، صباح النور مشاهدينا الكرام، يوم جميل باذن الله. خلونا نقول بس كان معانا ابناء الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني، وهيكونوا معانا في الحلقه باذن الله، وهنسمع انشاد جميل. خلونا نرحب بضيوفنا الشيخ محمد عماد الخولي، عضو المركز العالمي للفتوى الالكترونيه بمشيخة الازهر. صباح الخير يا فندم، منورنا. وكمان الشيخ محمود محروس، صباح الخير له. هنستمتع بصوته الجميل في تلاوه القران الكريم باذن الله. نبتدي مع الشيخ محمد عماد الخولي. فضلت الشيخ، يعني لو حبينا نتكلم على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبتدي منين ونقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فكل عام حضرتك بخير وحضرتك بخير والسادة المشاهدين كلهم بألف خير وسلامة. ويا رب دايما يعني نجتمع في خير المناسبات وخير الكلام على خير سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. الكلام على سيدنا النبي يحير العقول ويحير الأذهان. كل لحظة في وجوده صلى الله عليه وسلم تستحق لدراسات ومناقشات ومحاورات. فهو صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل فيه الكمال البشري. فإذا أردت حضرتك تتكلم عن الخلق، ابحث عن أي خلق يخطر لك على بال، صحيح ستجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إماما عليه الصلاة والسلام. مثلا سياسة الأمور وسياسة الدولة والتعامل مع أصحابه، معالجة المشكلات التي تقع. هو يعيش في مجتمع أغلبه المجتمع كان في البدو في صحراء، يعيش مع ناس من البادية، يعيش مع أصحابه من مكة من المدينة. بعد الهجرة ما يهاجر صلى الله عليه وسلم يجي مجتمع متنوع، المهاجرين وأنصار ويهود وحتى بعض المشركين عايشين هناك. فكيف بحكمة عظيمة يستطيع صلى الله عليه وسلم يشكل مجتمع ويشكل أمة ويشكل دولة مترابطة متآخية من كل هذا التنوع والاختلاف؟ بحكمة، بقيادة، طبعا بوحي وإرشاد من الله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه حتى وهو طفل صغير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نعلم أن أباه قد مات وهو في بطن أمه، صحيح. وبعد ذلك ماتت أمه ومات جده وانتقلت رعايته إلى عمه أبي طالب. عمه كان فقير الحال، ما كانش في رغد من العيش، هم كانوا من قبيلة كبيرة جدا. لكن عمه كان الحالة كانت فقيرة، يعني ما كانش فيه رغد ولا غنى، صحيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده 8 سنين ويعيش في البيت يأكل ويشرب،
هو لسه 8 سنين يفكر ويشعر يقول لا أنا لا أكل إلا من تعبي وجهدي، ويخرج صلى الله عليه وسلم ويشتغل ويشتغل في رعي الغنم في الصحراء، وده تقدير ربنا عز وجل. الأنبياء كلهم اشتغلوا في رعي الغنم، لكن رعي الغنم وتفكير النبي صلى الله عليه وسلم هو لسه طفل، هذا إن هو السن إن هو يخرج للعمل، يأكل من عرق جبينه ومن تعب يده ومن عمله، ما يكونش عالة على غيره. يعني لو أن المسلمين يتعلمون من هذا ما كانش بقى ده حال المسلمين، تعب وعمل ويختار وظيفة مرهقة، يرعى الغنم في الصحراء، يعني يبحث عن ماء ويبحث عن عشب لهذه الأغنام التي يرعاها. وكانت النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأجرة قراريط، قراريط اللي هو حليب من الغنم التي يرعاها، يعني يأخذ بعضا من بعض الحليب الذي يرعى من الغنم التي يرعاها. لكن رعاية الغنم دي اللي ربنا عز وجل وفق إليها جميع الأنبياء هي اللي ربت النبي صلى الله عليه وسلم وساعدته في قيادة الأمة بعد ذلك. رعاية الغنم تعلم الصبر، تعلم الحلم، تعلم التواضع. ولما نيجي ننظر بقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجد كل هذه الأخلاق وغيرها. وهنتكلم إن شاء الله دلوقتي ونبين إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان حليم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول كاد الحليم أن يكون نبيا. إزاي كان يعمل العقل والحكمة والفهم في معالجة الأمور اللي ممكن تعمل مشكلة كبيرة طبعا وتؤدي إلى خلاف، خاصة إن إحنا في بيئة مختلفة زي ما قلت حضراتكم، مدينة عندنا مهاجرين وعندنا أنصار وعندنا أوس وخزرج وعندنا يهود وعندنا مشركين، فلا الأخلاق تتنوع والعقل يظهر والحكمة تكون واضحة في كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم ونتأدب من كل ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا على مدار الحلقة هنتكلم على أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتقد انه احسن حاجة ان كلنا نتحلى بخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ده اللي احلى من الكلام، نأدب نفسنا يعني أدبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ونبقى ناخده مثل وقدوة لينا في حياتنا في تصرفاته وأيضا أخلاقه. هيا نتوقف مع الشيخ محمود محمد محروس وهنسمع تلاوة من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالة من
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. محمود، مين مثلك الأعلى في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد؟ الشيخ مصطفى سمعان في تلاوة القرآن، الشيخ مصطفى سمعان هو مثل الأعلى. عظيم. وأنت حبيت يعني إن أنت حافظ القرآن الكريم أكيد، وعمرك كم سنة؟ حافظت عمرك كم سنة؟ أنت دلوقتي عمرك كم سنة؟ عمري 13 سنة. 13 سنة. وحفظت القرآن الكريم وأنت عندك كم سنة؟ 9 سنين. ما شاء الله، الله أكبر، ربنا يحميك. ما شاء الله. شيخ محمد، يعني خلينا نرجع تاني نتكلم على اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو محتاجين نتكلم هنقعد سنين نتكلم عليه، لكن يعني ابرز الاخلاقيات، ويعني عشان نتخذه قدوه لكل المسلمين. نقول ايه تاني؟ احنا في الاول قبل الكلام، نحن يعني قبل ان نتحدث عنه صلى الله عليه وسلم، نحن نقدم اليه المعذره، فمهما تحدثنا فلن نستطيع ان نصل الى كماله صلى الله عليه وسلم. فالمعذره قائمه وقصورنا ثابت في حقه صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نحاول أن نقتبس حتى نتعلم. صحيح. صلى الله عليه وسلم. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مثلا عظيما في معاملة أصحابه، يعني رغم أنه وصل إلى ما وصل، والله عز وجل اصطفاه واختاره وجعله حتى على الأنبياء إماما وصعد به إلى السماوات العلى، إلا أنه صلى الله عليه وسلم تجده في تواضع لا نظير له في البشرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له رجل في البداية يسمى زاهر. زاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، كان يعيش في البادية يعني بعيدا عن عمران المدينة. كان زاهر يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فكان يأتي زاهر للرسول، وهو يأتي إليه يجيب معاه بعض الهدايا من الأشياء اللي موجودة في البادية واللي مش موجودة في المدينة. كان زاهر يعطي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وياخد بقية الأشياء ويبيعها في السوق. وزاهر كان دميما، يعني ما كانش عنده مقدار بسيط حتى من الجمال يعني. وبعدين سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى السوق ومعه أنس، وبعدين وجد زاهرا، شاف زاهر، فمشي بالراحة عشان زاهر ما ياخدش باله، وأتى من خلفه واحتضن زاهرا، وزاهر لا يعلم من يحتضنه ويقول من ويقعد يلتفت مش شايف مين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، من يشتري العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه. شوفوا الحب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عامة الناس. واحد زاهر من فقراء الناس، وحتى شكله لأنه لم يكن رضي الله عنه لم يكن ذا مقدار من الجمال، كان الناس أحيانا ينفرون منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلاطف القلوب ويتقرب ويتودد إلى أصحابه، رغم أنه منشغل بسياسة الدولة ومنشغل بالوحي ومنشغل بتعليم الناس، لكن يروح للراجل في السوق ويحتضنه ويقول من يشتري العبد. فلما زاهر سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه رسول الله، فيقوم زاهر يلصق ظهره ببطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتمس بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الرسول له إذا تجدوني كاسدا
مش هتتلاقي حد يشتريني، لأنه يعلم أنه دميما يعني. يقول إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكنك عند الله لست بكاسد، أو يقول صلى الله عليه وسلم أنت عند الله غالم. تواضع بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اهتمامه حتى بأقل أفراد المجتمع اللي هو يعيش فيه، حبه لأصحابه، تواضعه لهم. النبي صلى الله عليه وسلم وجبره يعلم بخاطر هذا الرجل، وجبر الخواطر. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر حتى بخواطر الأطفال. الأطفال سيدنا أنس عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة كبيرة، كان يخدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده طفل أخوه من الأم اسمه عمير، وعمير ده كان عنده طائر صغير بيلعب بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقابل عمير ده يسيب الصحابة قاعدين وهو طفل طفل، يذهب إليه ويضاحكه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير اللي هو الطائر الصغير ده، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن حاله، والطفل الطائر ده مات. وحزن عمير لفقد هذا الطائر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفه ويهون عليه ويجبر بخاطره زي ما حضرتك تقول حتى مع الطفل الصغير. يعني الحقيقة دي فضيلة أو يعني خلق لازم كلنا نتأدب. وأنا كنت عاوز أقول حضرتك إحنا دلوقتي إحنا فين من الأخلاق دي؟ يعني النبي فين محبة الناس منه؟ فين ده؟ فين التواضع بين الناس حتى نجد إن واحد يعني امتلك مالا فينظر في نفسه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يملك الدنيا بما فيه، ولكنه كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. الحلم، انا قلت رعي الغنم يعلم الحلم، يعلم التواضع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه ويخش واحد من الاعراب على النبي صلى الله عليه وسلم، يخترق الصفوف ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم من مجمع ثيابه ويجذبه، يشده جامد حتى اثرت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم في رقبته صلى الله عليه وسلم، ويقول يا محمد اعطني من ماء من المال، فالمال مال الله وليس المال مال ابيك ولا مال امك. تخيل الموقف، واحد جاي بيطلب فلوس مال من الرسول عليه، مش دين ولا حاجه، عاوز ياخد فلوس من النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض اللي بيطلب حاجه من حد يعمل ايه؟ يتادب يعني. يتادب. لا، دخل في وسط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما فعل. النبي صلى الله عليه وسلم فورا أعطال وقال له أرضيت؟ قال لا أحسنت ولا أجملت ولا جزاك الله عني خير. يعني هو مش راضي. سيدنا عمر قاعد فورا الحمية تأخذه، ده يعني يسيء أدب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. يقول ذلني بضرب عنقي يا رسول الله، أنا هموته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر خلي بيني وبينه، ماكش دعوة. ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابية إلى بيته، يخش حجرة من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ويطعمه ويسقيه ويزيده مرة بعد مرة بعد مرة، يديله أرضيت؟ لا أرضيت؟ لا، لحد ما اداله قال أحسنت إليك يا عربي؟ قال أحسنت وأجملت وجزاك الله عني وعن عشيرتي خيرا. وقام الراجل يمشي، فالنبي قال له لا استنى، إنك أتيت فقلت ما قلت أمام أصحابي. يعني انت جيت قدام اصحابي وقدام المسلمين في قلب المسجد، قلت الكلام اللي خلتهم يزعلوا، وفي قلوبهم مما قلت شيء. يعني هم شايلين في قلوبهم حاجه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى ايه، بيبص لقلوب المسلمين، مش عاوز مسلم يحمل في قلبه غلا ولا كراهيه ولا حقدا حتى لمن اساء على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل لا تخرج وتقول ما قلت امامهم؟ قال نعم يا رسول الله. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خلص موعظته مع الصحابة والدرس اللي كان بيدينهم، ثم قال إن صاحبكم جاء فقال ما قال، فأخذناه وأعطيناه فزعم أنه راضي. أهكذا يا أعربي؟ كان بيقوله ده صح، أنت راضي؟ قال نعم، لقد أحسنت وأجملت وجزاك الله عني وعن عشيرتي خيرا يا رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقول ايه؟ يقول ان مثلي ومثل صاحبكم. يعني اللي حصل ده النبي بيمثل بقى زي راجل اعرابي ماشي في قلب الصحراء والناقه بتاعته شردت جريت منه، فقابلوا ناس من المجموعه من الناس اللي ماشيين فاجتمعوا فجريوا ورا الناقه عشان يساعدوه ان الناقه ترجع تاني، ف
فكلما لاحقها الناس زادت شرودا تجري اكتر جريت اسرع. فالراجل قال لهم ايه؟ خلوا بيني وبين ناقتي. ثم اخذ من حشائش الارض ما اخذ واشار اليها فاتت الناقه واناخت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو تركتكم وصاحبكم لو سبتكم تعملوا في اللي انتوا كنتوا عاوزين تعملوه لقتلتموه ومات ودخل النار. شوف النبي خايف عليه رغم ان الراجل عمل ايه؟ تهجم عليه واسال النبي صلى الله عليه وسلم حتى مسك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صلى الله عليه وسلم احتوى تعاملوا بعقل بحلم بحكمه باحتواء كمان عشان ينقذ الرجل من النار. صحيح يعني يقابل الاساءه بالإحسان طبعا وعشان الراجل ده هيرجع لقبيلته وعشيرته وهينقل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعن عشيرتي خيريها طبعاً. رسول الله صحيح. طيب خلينا نتوقف مع أبناء الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني ونسمع إنشاد من حضراتكم. بدل حسن غلابا وما اللب حاضر بدا الحسن غلابا وما اللب حاضر بدا الحسن غلابا وما اللب حاضر غار من كريم الموت لدين إشارة من كريم الموت لدين إشارة وإن إشارات الحبيب بشائر بدا الحسن غلابا وما اللب حاضر
احسنتم احسنتم. تلبس ترانيش وتعيش ان شاء الله. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان عروسة حصان، وآني الأوان يدوب يا ولد. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان عروسة حصان، وآني الأوان يدوب يا ولد. تعال لعمك ودوب الحلاوة، وعيط لأمك عشان الحلاوة. تعال لعمك ودوق الحلاوة، وعيط لأمك عشان الحلاوة، وعكر في دمك عشان الحلاوة. آن الأوان يدوق يا ولد. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان بمناسبة مولد سيد البشر وخير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقام نادي مستشاري قضايا الدولة الندوة الدينية والحفل السنوي الكبير بهذه المناسبة الكريمة بحضراتكم جميعاً في ملككم بيت مستشاري هيئة قضايا الدولة، البيت الذي يجمعنا جميعاً في محبة الله والرسول عليه الصلاة والسلام والوطن والقيادة الكريمة. أهلا بحضراتكم معنا جميعا، وأشكر لكم تفضلكم بالحضور دون ذكر أسماء حتى لا أكون ناسيا لأحد من حضراتكم. هنا بثلاث آيات مشرفات من الذكر الحكيم من القرآن العظيم تلخص الرسالة المحمدية المشرفة. يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل الله تعالى رسالته رسالة إحياء. قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ليعلق همة المؤمن الذي يدخل إلى الله من باب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن من مهام هذا المؤمن في الوجود أن يكون محملا بهم السعي في إحياء الناس جميعا. أقيمت الندوة بحضور كبير لعلماء الدين ورجال القضاء والفكر والسياسة والشخصيات العامة. سكر قرانيش والحلو النمضة تلبس قرانيش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ما زلنا بنحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني خلينا نروح للشيخ محمود، كان عايز يقول حاجة. تقول لنا إيه؟ طب امسك مايك وقول. طب المسكوفاح المسكوفاح، لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا زهراء. المسكوفاح المسكوفاح، لما ذكرنا رسول الله.
الله الله اللي علينا بالنظرة الله الله يا صاحب القبة الخضرة الله الله اللي علينا بالنظرة الله الله عليه افضل الصلاه والسلام. جميل، اتربتنا. نرجع لاخلاق الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واعتقد حاتم كان عنده سؤال. هو كان بيسال على يعني مجمل نقدر نقول اكبر قدر ممكن. النبي قال حديث رساله للشباب، حديث سطر واحد، حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سطر واحد، يعني لو اننا تمسكنا به خلاص تحل كل امورنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كن فيه ما عليه ما فاته من الدنيا. يعني أي حاجة تفوتك في الدنيا كلها مهما كانت، شوف بقى فلوس وعزوة وسلطان ومال وجاه، كل حاجة تفوتك بس الأربعة دول موجودين ما يهمكش. صدق الحديث. صدق الحديث، صدق الحديث. تمام. إذا تحدثت فعليك بصدق الحديث. اتنين، حفظ الأمانة، حفظ الأمانة. ثلاثة، حسن الخلق. أربعة، عفة مطعم. الله. صدق حديث، حفظ أمانة، حسن خلق، عفة مطعم. إذا تحدثت فعليك بالصدق في الحديث. وده منهج ودستور حياة كل واحد يلتزم بيه هيلاقي نفسه في مأمن. ده والنبي صلى الله عليه وسلم الجميل اللي هو ما بيقولش الكلام ده للمسلمين بينهم بس، ده الكلام ده عام للناس كلها للعالم. يعني تصدق في الحديث مع الكل طبعا، تحفظ. لما النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الهجرة عمل ايه في الهجرة؟ لما خلى سيدنا علي بن ابي طالب يناموا في فراش الليل عشان الامان. ده هؤلاء الذين طردوه من مكة. صحيح. وخدوا فلوسه وخدوا بيوته وشردوا وقتلوا حتى بعض اصحابه، لكنه صلى الله عليه وسلم حفظ الامان، حسن الخلق مع جميع عباد الله. لما يقول المسلم من سلم الناس، الناس من سلم. ومن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا يا أيها الناس، يجي خاطر حتى في حجة الوداع في خطابه صلى الله عليه وسلم ما يقولش يا أيها المسلمون، الناس يا أيها الناس. اسمعوا قولي. فالكلام مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينتهي، وكلام عام وخلق ودستور وعلم وحكمة لكل البشر ليست خاصة للمسلمين وحده. هذا الحديث يعني خير الكلام طبعا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احنا مقصرين في حق النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا لا نتحلى بخلق الكريم. احنا يعني لو قعدنا اتكلمنا، احنا بنتكلم في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، بنتكلم في المناسبات الدينية عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، لكن لازم نتحلى بخلقه طول السنة. لازم كلنا يعني نعمل الواجب اللي علينا، نقرا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونتحلى بخلقه. مواقف كتير جدا عاشها النبي عليه الصلاة والسلام ونصح بيها ومر بيها، كلها بتمر بينا في حياتنا لكن على أشكال مختلفة، ونقدر نحن نتعظ من هذه الدروس وناخدها قدوة لينا في حياتنا. شكرا لحضراتكم. للأسف الوقت انتهى، وهنختم طبعا مع أبناء الشيخ محمد عثمان عبدو البر. تفضل. سلام عليكم.
أمانا سلاما يا أبا الزهراء منان طرقنا باب خير الشافعة سلاما خيرات سلام أمان.